تعيش بغداد أياما استثنائية بعد أن أعلن رئيس الوزراء العراقي بيان النصر النهائي على تنظيم داعش في العراق، احتفالات وكرنفالات في أغلب شوارعها ابتهاجا وفرحا بهذا النصر. نقابة الصحفيين العراقيين نظمت حفلا جماهيريا على حدائقها بحضور الصحفيين العرب والأجانب. هذه الاحتفالية بحق التي اجتمع فيها اتحاد الصحفيين العرب من كل الدول العربية وضيوف كرام آخرين من كتاب وأدباء وصحفيين وفنانين، تحييها نقابة الصحفيين العراقيين لكي تكون هذه النقابة رمزاً موحداً للشعب العراقي ولتقود كلمتهم نحو عراق آمن مستقر يستطيع الجميع أن يعيش فيه بحياة كريمة وآمنة وسلام دائم. أنا سعيد جدا بوجودي هنا، هذه الدعوة لم أكن أتوقعها، جاءت على غير توقع، لكن العراق دائما أتابعها من بعيد، سواء العراق المركز أو العراق كردستان هي واحدة، لكن أنا كنت أظن أنها منفصلة، الآن بات لي أكثر وضوحا أن العراق شيء واحد. الفنانون العراقيون أطربوا مسامع الحاضرين بالأغنيات العراقية متغنين بالنصر النهائي الذي حققته القوات الأمنية والذين رافقتهم قوافل الصحفيين من مراسلين ومصورين، ولم تخيفهم ساحات المعارك ولم ترعبهم أصوات المدافع وأزيز الرصاص، مقدمين تضحيات في الأرواح والمعدات من أجل نقل الحقيقة وإدامة زخم معنويات المقاتلين. طبعا احنا من البارحة لحد اليوم سعداء جدا جدا بهذا الانتصار العظيم، وطبعا ان احنا كإعلاميين ان كل الفخر انه الإعلان الأول للانتصار كان في المؤتمر الدولي للإعلام على لسان الدكتور حيدر العبادي، وطبعا هذا فخر انه. ويطالب العراقيون رئيس الوزراء حيدر العبادي بعد أن أنهى صفحة الحرب على الإرهاب أن يبدأ معركته المرتقبة على الفساد وإكمال ما عزم عليه عند تسلمه للسلطة بالقضاء على جميع أشكال الفساد وتقديم من تلوثت أيديهم للعدالة وإرجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى خزينة الدولة. انتهى فصل الحرب والإرهاب وبدأ فصل جديد على العراقيين الذين قطعوا شوطا طويلا من المعاناة والموت والخوف، على أمل أن تكون قادم الأيام خالية من أي أحداث قد تعكر صفو مزاجهم. من داخل نقابة الصحفيين، جابر جمال، قناة رشيد.